لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا جماعة، أنتوا واخديني على فين؟ البت كانت سليمة تعمت يا ولدي. بص يا رحل، إحنا عندنا لك مفاجأة. أيوه يا محني. إيه يا عم محني؟ إيه يا جماعة في إيه؟ ما بالراحة عليه، مالكوا؟ إيه يا محنية، المفاجأة دي أنا اللي عاملها يا حبيبي. يا عم جوز أختك عادي. جوز أختي في البيت. طب عرفوني بس أنا رايحة على فين. هات إيدك يا سويد. تعالي. هو ايه؟ ما تخافيش، ده انت هتفرق. اهدي يخرب بيتك. محني؟ ها؟ يلا. انت قلت محني؟ انا قلت؟ اه قلت. مين قال؟ مش انت اللي قلت؟ انا قلت محني؟ من مين اللي انت اللي قلت؟ انا ما قلتش. يلا بينا هنا. يلا شوارع عجل. والله شوارع عجل. انتوا ليه؟ يا شورباجي. شورباجي مين؟ فتح؟ اه. يا حبيبتي يا جود، يا روح قلبي انتي. ده بجد؟ بجد. دي لوحاتي. المعرض ده باسمي يا جماعه. سويلم، انت اعظم اخ في الدنيا. انا بحبك قوي. انت عملت كل ده عشاني. ايوه، واعمل لك اكتر كمان يا ياسمين. حبيبي يا سويلم، الجاليري دي مش في اي حته في مصر، ده في قصر الامير طاز. خدت لك منه الاوضه دي ايجار جديد. هخش احاسبه واديله بقيت فلوس عقبال انت ما تتبسطي بالمتحف. اتفضل اتفضل. انا في ناس بتصورني. ايوه تصورني. الف مبروك يا روحاني. ربنا يخليك ليا يعني. سيبك بقى مع الناس. انا مش مصدقه والله ما مصدقه. دنيا شفتي سويلم عمل لي ايه؟ سويلم انا اللي مظبطه الدنيا. سويلم ليه؟ بجد؟ اه والله. قال لك الصحفيين والمذيعين وكل ده. لا بتهرجي. على فكره دكتوره مبهورين بشغل ده. طلعتي فنانه بجد. الاخر اللي واحد حلوه بجد قوي قوي. الناس مبسوطه. اسمعي يعني انا كده هطلع في التلفزيون. ايوه وان شاء الله هتنجحي والله. هيبقى في ندوات. ايوه في ندوات. بقول لك ايه؟ انا الرصه دي ايه رايك فيها؟ الرصه يا بنتي انسي الحسين ده بقى. بيجري في دمي يعمل ايه؟ رصه والله فنانه. طب تعالي عشان انا ما حددتش اسعار اللوحات. طب يلا. ما انا هموت وافهم اللوحه دي معناها ايه او مستوحاه من ايه. دي لوحه المحني. افهم بس، مرتك اللي رسماها ومستوحاها من واحد انا عارفه بس مش هقدر اقول لك عليه يعني. بسم الله ما شاء الله. هو دي بقى يا ياسمين الفن المشاكل اللي بيقولوا عليه. مشاكل ايه بس يا طنط؟ ده اسمه فن سريالي. سريا يعني ايه يا دنيا؟ مش مهم. المهم ان هو عجب حضرتك. انا بحبك قوي والله، بعتبرك زي مامي. والنبي يا اختي، رغم انني مش فاهمه اي حاجه بس بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح.